هاي واتس اب جايز. هاي فيسبوك تويتر. طلاب اخر مقعد، هي ثالث سنه بترسبوا بالسادس، ممكن اعرف ليش؟ انا سفير فيه بالصف الثالث ناطرينه لهلا مشان نضل صغار. انسي ما شاء الله عليك. اليوم درسنا عن قمة إيفرست، بس قبل ما نبلش بالدرس احكولي شو أعلى قمة انتو وصلتوا لها. ايه أنسى قمة الإفلاس. أنسى قمة الفشل. قمة الهضامة أنسى هالشب. والله أنا برأيي إنك واصل لقمة الغباء. أنسى شو عرفك؟ شكلك زايرتيها من قبل. اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. هذا مثلث قائم. ايه أنسى يقعد، يعني شو مستني؟ صح يعني مشان واجبه نضيفه شيء يعني. من طلب العلا سهر الليالي. أنسى رحت طلبت إيدها العلا، لساتني عم نام بكير، شو الحال؟ وإن شاء الله ألف مبروك والله يا برو. الله يبارك فيك حبيبي والله. بيعزمك على إن شاء الله. بس ما بتسهر؟ لا أنا مع أنا أهلي بيقولوا لي نام على 10، مع إنه هن شو بدهم العلا. إذا كان عندنا 7 عناصر من الصوديوم، شو بشكله؟ صول اسبوع. هاي ما لها علاقة بالكومنت. ها حلوة ها شباب؟ كتير حلوة. اه؟ والله حلوة مو حلوة؟ الآن ضحكت وأنت بعدك مصنج. الآن ضحكت. أنت اللي بالأخير، اللي لما تكبر شو حابب تصير؟ أنسى أنا بدي أصير دكتور وحجيب سيارة وطيارة وتزوج وعيش مرتي أحلى عيشة. أحسنت يا ابني. وأنت اللي ورا شو حابب تصير؟ أنسى أنا بدي أصير مرت وسام. وسام مين؟ الأب هو رب المنزل. حسبي الله مدارس ملحدة. هم يعلمونا الإلحاد. اتق الله يا أنسى. رب المنزل. لا والواحد بيعمل غلطه بيرجع بعيده جهرا بدل ما تستغفر ربه يا زلمة. استغفر الله العظيم. اوكي معناها كل واحد يقول لي شو هوايته. السباحة أنسى. الغناء. وبيك شجعك. أنسى وكل هالشي. أنسى أنا هوايتي المطالعة. إيه صح. والله بطالع تليفوني بالصف. أنسى أنت بالله شو اختصاصك؟ معلم صف. والله؟ والله أنسى إذا هي هون عباب عباب المدرسة هيك على جنب، إذا بتحسن تصفي لنا إياها على الرصيف بنشوف معلميتك. حبيبي معلم صف يعني بعلم الطلاب. ها أنا فهمت. بدي أسيبهم يصفوا. إيه. شو رأيك تروح لعند المدير يعلمك على المضبوط؟ إيه أنسى هو اختصاصه شاحنات. أصدقائي قبل ما نكفي الفقرة بحب أحكي لكم إنه في مسابقة على هذا الفيديو للناس اللي رح تيجي على حساب الإنستغرام هاد، والرابط بأول تعليق بتلاقوه على اليوتيوب على قناة فافا نابولي على اليوتيوب. اكتب على اليوتيوب فافا نابولي بتلاقي قناتنا. والمسابقة هي إنه رح نختار 3 أشخاص عشوائيين من يلي رح يجوا على حسابي على الإنستغرام من نشر هاي الحلقة لمدة أسبوع. الجوائز رح تكون هاي وبنعلن عن الرابحين بالحلقة الجاية من المقفل. خلونا نكفي. روح ألغي متابعتي وبتابع بعد الحلقة. يا حلوين شي لونه أصفر وأسود وبينزل لنا عسل، شو هو؟ نحلة أنسى. لا أنسى بس البنات. يا بايخة كتير. ليش ما أنا كاتب الهوم وورك؟ بصراحة أنسى لأنه ما كنت بالهوم. مهضوم ما شاء الله. طلع قيمة إكس. أنسى ما حطلع قيمة إكس، وكل واحد يطلع قيمته بحاله ما يستنى من حدا هنن يقيموه، وما تحاول شي تبقى حد تاني، خليك واثق بنفسك. إذا بدكم الامتحان موضوع ولا مقالي؟ أنسى لا والله مشاوي. إيه والله أنسى يعني إذا بتعمل لك تشكيلة مع مطبخ. كتر التبولة. ما شاء الله عليك فاتحي لك بوفيه نحنا.
بوفي. مرحبا يا طلاب، انا الانسر الجديدة على الياء. انسر وانا الطالب الجديد على الميم. على الميم ولا على الشفرة؟ جيت بالغلط. انا جيت الصح. اليوم درسنا عن آداب المائدة، شو منقول قبل ما نبلش فطور؟ لك وين الشاي؟ نزلوا لك البطرميز المكدوس الجديد يا حب. يا طلاب، هل الثعلب يبيض أم يلد؟ يلد. أنسى والله يعني هو ماكر فبتوقع منه كل شيء بيلد. ماذا لو اختلط البحر الأبيض المتوسط في البحر الأحمر؟ ماذا يحدث؟ بينتج البحر الوردي. يسعد دينا. إلا إلا في حال اختلاط نهر من أحد الأنهار. صح، ممكن تتغير الألوان. أنسى هو بيطلع عقارات النيل يعني عنده اشتباكات. أنسى تعرفي البحر الكحل؟ أنا شو بدي أحكي معك شباب، والله تعبتوني، والله تعبت 3 سنين وراكم، والله خلص. خذ لك. خذ لك سنيكرز. لا بس قليل أنت. شو ها؟ إكليل. شو إكليل؟ إكليل الورد؟ شو ها؟ إكليل الجبل. أعطوني يا طلاب 3 أسماء للزواحف. أنسي أبو بريس. إيه أنسي وأم بريس وفي بريس أنسي هذا صغير هيك. كدو كدو كدو. في بريس برات البيت. هلا بدي تقولوا لي ما هو أدفأ شهور السنة؟ شهر الصيف. أنسي شهر العسل. شبه أنسي لك بلك وين راح بالك أصلا أنه شهر العسل إذا كان بالربيع يعني. يا الله. ما هي العوامل المسببة لفقر الدم؟ نقص الغذاء. أنسي أنسي الواحد بصير يبحتر دماته هون وهون يعني إنه هو والله فعلا الشغلة بدها توفير عم يعني لك يعني خسر مما صعب على الكل. كره كره. رقم 4 هو رقم زوجي، ما هو؟ زوجك. لا هو رقم زوجي مو زوجي انا. بالسر يعني عاملين عم نضبط. شو عيب؟ هي شو اسمها؟ هي مو ناصر تفتح دفتر العائله وتقعد تفرجيني هذا ابني وهذا ما شو اسمه؟ انسى معك بونات السكر؟ مرحبا يا طلاب، انا الانسى الجديده ساجده من المغرب. انسى شو بتقرا لك ساجده الرومي؟ انسى انا راكع من العصر. اطلع عند المدير. انت كل ما بنط بنط لي معنا المدير حط بضامة مغبرة. مين 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 كره. بدنا نفهم نفهم يا اخي. هيك هيك سمك نظاراتك وما عم تسترك. هيك So what to. حطوا لي اياها بجملة مفيدة. سوتوا وش قدام ضيوف مبارح. انسى لقد صوتوا في الانتخابات الماضية. كلهم يعني كلهم. طلع 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 لهون احكي طلع طلع حبي طلع بدي الكل يسمع الكل يسمع ويشوف هالشعبة ما شاء الله. ولك شو هالخط انت وياه مثل خرافيش الدجاج شو هاد؟ والله يا انسي انا بدي يصير صيدلي بس اكبر فعم بتدرب من هلا. لا مو هيك انت فهمان الموضوع غلط. وانت شو وضعك؟ انسي وانا بشتغل عنده. هلا انت بدك تصير صيدلي؟ شو بني من بقال وانا بصير وانا بصير صيدلي حبيبي. الله يقويك. مو عاجبينه؟ انت بس بتستأجر الشهادة وبعدين بتروح بتفتح المحل وبتحفظ اسماء الأدوية وبتخربش على طول. هو مفكر إذا قعد أول مقعد بصير صيدلي أسرع يعني. ليش الجو بالساحل بضل معتدل؟ بسبب الرطوبة. أنسى لأنه أهل الساحل بيتموا يسخنوا أباريق المتة. إيه شبك حرام. أنت من أول جزء بحلقة مقفل وأنا متزاولة منك. غاز 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 طبيعي. أنسى في ألم هون إلك شي هذا؟ لماذا قامت الحرب العالمية الثانية؟ أنسى يمكن عجبته الحرب العالمية الأولى. والله هاش أروشة خلينا نرد. أروشة؟ أروشة. شو هي أروشة؟ هاش أرقعة. إيه. يا طلاب ممنوع حدا يكتب على ورقة الأسئلة. أنسى مو لا شيء نكتبوا على ورقة الأجوبة. هلا أنسى إذا كتبت اسمي بالمزخرف عليها علامة؟ يا أخي غليظ. سبق يعني أنسى لعل وعسى. حساوي لك صاروخ معلم. سافر في وين ما بدك. ما هي مكونات البحر؟ أنسى 10% ملح، 40% مي،
50% منيح. ملح فهمناها، ماء كمان فهمناها، منيح شو هاي؟ انسل انا انا وصغير بعمل منيح بكب البحر، فانه يعني حلوا نجمعوا يعني، عرفتي كيف؟ والله انسل انسل كبي بالبحر. مين بيعرف بيتهوفن؟ انسل نحن بس نعرف هوفن بنعود بندلك على بيته. سحسوح. ماذا نفعل للحفاظ على الحليب؟ انسى بنحط البقرة بالبراد. ايه انسى بنشرب البقرة الجليد. لك شو عم تعمل انت؟ انسى نارة موسطية مثل هذا ليه؟ هذيك الحلقة استمتعت اكثر. بس هيك هيك ما شاء الله. مرحبا يا طلاب، انا اسمي اسماء. يعني هي شغل تمويه وحركات وخاص ممنوع. عم تموهي. معنى اسمي اسماء. يعني انت كم اسم يعني؟ اسماء. هيك اسمك؟ يا غبي، هي اسماء اسماء، هيك اسمها. اسماء حيوان نبات. هي مو اللي بنلعبها. عسل ورا عسل، كم اسم رح يهاجر معك؟ وسام شام سام، عم بسمع الكلمة تقطع الصوت. إذا بدك كمان بحسن أقطع الاتصال. هذا هو خط الاستواء يلي بمر بنصف الكرة الأرضية. عزب الله، إيه خط الاستواء سيرفوا العادي. يعني بجيب شبكة 4G ولا ما بجيب؟ لا لا، شكله معلم هيك، هذا تبع تعبي وحدات. انتوا اخذ عقلكم النت ما شاء الله. عندك ببجي؟ لا. طب خطك انت استواء ولا سيرفر؟ خلاص خلص السكتش، ليش ما عندك مسمى؟ انسى والله عم بدرب صيدلي. لا انت فهمان الموضوع غلط، مو هيك مو هيك يا ابني، شو هالخط هاد؟ او انت او انت بس سؤال، انت واقفه ورا الكاميرا ليش عم تغيري ثيابك؟ يعني مفكره الكاميرا بتصور بالشاشه. فديتك غبي هذيك صوت، فكرت مراحي. ايه يا عسى، ابو بريس، ام بريس، فين بريس الكتكوت؟ كوتو كوتو كوتو. عن جد هيك الجواب؟ كيف عم تنزح؟ بدي ارجع عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لك وين الشاي؟ نزلوا لك مطرميز المكدوس الجديد يا حب. بس انت هنا شباب. ما هي العمامل؟ ما هي العمامل؟ بابابه. بابابه. طلاب الانسان جيلة، اسمي ساجدة من المغرب. أنسى شو بتقربك ساجد الرومي؟ أنسى أنا اسمي فرشت. كنت أقول له وسام من العصر. اليوم درسنا عن قمة إيفرست. قمة؟ قمة. أهلا من القمة. قمة. قم ضاع يدك. اليوم درسنا عن قمة إيفرست. يا عيني والله ما في شيء اسمه قمة باللغة العربية. تعملي منيح كب. كمبيوتر كب. جميع المسائل. انسى تركي كبي وزتي بالبحر. شو؟ شو؟ شو هذا؟ انسى اعملي عجة طبخي هون وزتي نصهم بالبحر، كب نصهم بالبحر، ضربهم بالتلاتة. كم بقي معنا؟ رجال تبعاته. رجال تبعاته لهنيك. بزيد عندك عمرك 14 سنة. مال تلاتة. خالص ما هيك؟ خالص. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. اوكي اصدقائي، شكرا كثير لوقتكم، نحبكم كثيرا، لهون بتكون خلصت الفقرة تبع اليوم، شكرا كثير للناس اللي ساعدونا يعني من الفريق على عيني وراسي، بس الناس اللي ابدا هن المانو من الفريق، شكرا كثير امجد، حسابه الانستغرام بالصندوق الوصف، وهشام كمان، شكرا كثير لك برو. شبك انت بعدك اخذ دور النيرد، خلص خلصنا تنسيق. واخوه النيرد كمان. واخوه كمان ما حننسى اخوه، حتى لو ما هو معنا كان معنا بالحلقة الثانية من انواع من انواع النيردات. طلاب اخر مقعد، شكرا كثير لكم. سؤال فقرة مقفل للحلقة الجاية، انه اذا كنت انت قاعد مع حبيبتك بالمطعم واجت الفاتورة ولمحت انت انه كبيرة وغالية وعالية كثير وما معك تدفع، شو الاسلوب يلي بتخليها التك حق الفاتورة؟ كتبوا لنا تعليقاتكم المنظومة. بستفيد.
تكتبوا لي تعليقاتكم المهضومة بس، أشوفكم بفقرة تانية. نا حبكم كثيرا. باي.